اللي حصل ضرب جه ضرب على نار واحنا ما يعني. مين بقى اللي ضرب يعني مين انت شفت ايه ولا احكي لي بالتفصيل يعني ما شفتش يعني هم ضرب علينا نار بالتفصيل تمام ضرب علينا نار وبتاع انت اتصبت اتنين اتلموا عليا ضربوني ضرب بالايد ولا ضرب بشوم شومه وبتاع دي اصابه ايه ضرب قنيات اصلا كده ماشي هو الراجل الكبير بعربيه وبتاع وراح المستشفى انت منين يا حاج نعم منين من السويس وجاي هنا معتصم طب انت عايز تقول ايه او انت معتصم هنا ليه عشان الدستور المكمل يكون عشان الدستور المكمل عايز تقول ايه لدكتور مرسي الجيش والشعب الواحد الجيش والشعب الواحد